أنا عارف أنت أعصابك تعبانة من إيه، عشان عايشة في نفس مكان الحادثة، فطبيعي طبعا كل يوم تقلقي وتفتكري ويجيلك كوابيس وبلا أزرق. إيه رأيك يا نوسة تسيبي الشغل هنا خالص وترجعي بلدك وتقعدي معززة ومكرمة لحد كده ما أعصابك تهدى، وأكون أنا خلصت اللي ورايا وأبعتلك. أنت عايز تخلص مني بقى يا عبد الحميد؟ أخلص منك يعني إيه؟ يا بنت انت هتبقي مراتي، ده انا عايز اريحك. بقالك سنه وازيد معشمني بالجواز، انا عملت عشان خاطرك اللي ما يخطرش على بال اي حد اللي انا اعمله. قول لي ليه انت مش عايز تنفذ وعدك؟ خلاص خلاص يا ناس نوسة، هانت حبيبتي، فاضل على الحلو دق بس، اديني كام يوم اخلص من المجنون اللي اسمه فاروق دوت واجيب حقي، وبعد كده كل اللي انت عايزاه هيبقى مجاب وزياده شويه كمان. انا خايفه. خايفة من ايه يا بنت؟ ده انا جنبك. ما انت عايز تبعدني، والله اعلم انت بتفكر في ايه وناوي على ايه، وحاسه كده انك هتغدر بيا ويبقى انا بخسرت كل حاجه. كده عيب، عيب يا نوسة. يا بنت انا بحبك، ده انا عملت كل ده علشانك. ايه مش عايزه تبقي مرات كبيره عيله الرفاعي؟ خلاص اقعدي هنا لو قعدك هيطمني، بس أمان عليك تاخدي بالك مش عايزين حد يشك فينا لغاية ما الدنيا تخلص خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الضحكة الحلوة بقى. والله يا كبير اللي شفته يقول إن في حكاية دايرة ما بينهم. أيوه دايرة بمعنى إيه؟ يعني متجوزها مثلا؟ معرفتهاش دي الصراحة، بس البنت لما دخلت عند الحاج عبد الحميد الاوضه قعدت تيجي فوق الساعه. بتنخور في ايه؟ سيبها بقى ما تلمسهاش. وعيدك انت فاكر كده يعني انت كسرت عيني؟ يا عم لا بكسر عينك ولا رجليك، انا بعمل اللي رايح ضميري. بقول لك ايه، بغير عليها يوم ويوم، ولا اقول لك نخور فيها عشان الجرح تلوش وتموت. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. معلش يا سامي حقك عليا لو وحشتني. وحشتنا انا وامي، وحشتنا قوي. الواد كان عند عمي في الشرقية على فكرة، كلم عيل من صحابه، الواد كلم أمي وقال لها. طب يلا روح له على طول دلوقتي. لا 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 لا، خلينا قرب الفجر كده يبقى أمان أكتر، ومنه تبقى ريحت جسمك شوية كده عشان شكلك تعبان قوي. ماشي. بقول لك إيه؟ أنا حضرت لك السرير وفرشت لك مراية جديدة كمان. خش نام وريح جسمك وهتلاقيني طب عليك قرب الفجر كده أصحيك ونطلع سوا. ماشي يا سامي. البيت نور. شكرا. يا سامي مالك؟ من ساعة ما دخلنا البلد كده وانت مش مظبوطة. مفيش حاجة يا اخويا. مفيش حاجة ايه؟ لا فيكي حاجة طبعا. على فكرة يا سامي انا مش عامل له حاجة. انا هناخد ده ونمشي على طول يعني. عارف؟ عارفة ايه؟ امال مالك طيب؟ افتكرت ابويا الله يرحمه. رجلي ما خطتش هنا من يوم دفنته. ما تجيش لعمك خالص دي؟ عمي ده راجل واطي وجبان. أكل علينا ورث أبويا الله يرحمه بكل بجاحة، 5 سنين مشقينا على قراطين أرض وجوزتين وجدي وبطاية، شوف كان زماننا بقينا فين دلوقتي. أيوة طب ما قلتيش الكلام ده من الأول، ما كناش جينا يا سامي. كله عشان خاطرك يا أخويا، إزاي يعني؟ طب بقول لك إيه؟ خليك أنت، أنا هدخل أتصرف لوحدي وأرجع لك على طول. لا يا أخويا لا، ده البيت أهو خطوتين، تعال. هو ده البيت؟ أهو.